أيضا نذرت وهي مريضة وحامل في شهرها الثالث إذا أنجبت ولدا أن تصوم كل يوم خميس، لكن أبي يمنعها من الصيام وهي غير راضية، فماذا عليها؟ لا يجوز لأحد أن يمنع المسلم من الوفاء بالنذر، نذر الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فلا يجوز لأحد أن يمنع الناذر من الوفاء بنذره، نذر الطاعة، لأنه فرض عليه وواجب عليه، كما أنه ما يمنعها من الصلاة صيام رمضان، لا يمنعها أيضا من الوفاء بالنذر، نذر الطاعة. نعم.